الذي قتل الطفل الرضيع في الأمس، والأحقاد الطائفية التي تقتل الأطفال اليوم، وجهان لعملة واحدة. من يقف مع عبد الله الرضيع اليوم هو الذي سيحصل على شفاعته غدا، اللهم لا تحرمنا منها. أعطى عبد الله الرضيع دمه لله، فجعله الله وسيلة كبرى لقضاء حوائج خلقه. على النساء واجب عليهن، وهن الأكثر فهماً لبراءة الطفولة، أن يتحملن مسؤولياتهن في الوقوف مع عبد الله الرضيع، بإقامة مجالس ذكر الله باسمه، ومجالس العزاء الخاصة به، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة المرتبطة بقضيته. إذا كان عبد الله الرضيع صغيراً فقضيته هي قضية جميع الأنبياء، هي أكبر القضايا على وجه الأرض. بحق أقول لكم، من أراد الآخرة فعليه بعبد الله الرضيع، ومن أراد الدنيا فعليه بعبد الله الرضيع، ومن أرادهما معا فعليه بعبد الله الرضيع. ملحمة أهل البيت في عاشوراء شجرة ربانية طيبة، أصلها ثابت في أرض التوحيد، وفرعها في سماء النبوة، تؤتي أكلها كل حين، سيفا مرفوعا في وجه الظالمين، وراية منصوبة ضد رايات الباطل، وانتفاضة دائمة ضد المحتلين والمغتصبين والغزاة والطغاة. Thank you.